دونك الحصه الاولى يعني لا سيونس الاولى اللي كنا شفنا اللي كنت نشرح لكم في اليوتيوب كنا تقريبا بريسك حبسنا هنايا دونك في الباج 108 دونك غادي نكملوا لا سويت دونك تقريبا راه ما كاينش بزاف من الباج نيميرو 8 حتى تقريبا الباج نيميرو تقريبا 20 كلهم هادو كيدويو غير على لي فري دو كونستيتيسيون لي دروا دونجستخمون حتى لهنايا تقريبا دونك هنا لا تاكس نوتاريال ولي فري دو كونسيرفاسيون فونسيير دونك هنا كيحبس البروف دونك فوالا هنا فين حبسنا عاد ديك الساعه من بعد غنكملو غير في فوالا غنكملو غير في الكور دونك عندي ديجا الكور تاعكم هنايا اللي عطاكم البروف راه نكملو فيه دونك البلاصه فاش حبست غير نكمل فيها دابا دونك نحبسنا هنايا دونك نشوفو هاد ليكزومبل الاخر دونك ناخذ هذا ليكزومبل سيبوزون كان عندنا مسيو اكس جاب فون كوميرسيال ساوي 100000 درهم وجاب معاه كونستراكسيون 150000 درهم وجاب معاه نيميرير يعني فلوس اسبيس 50000 درهم دونك توتال هو 300000 درهم وجاب معاه دي زونبرون دونك سو سون دي ديت اللي هما ساويين 20000 درهم دونك ديما حنا اول حاجه شنو كنديرو الا بغينا نلقاو لا بيس يعني لي زابور بيغ اي سامبل ديال مسيو اكس راه كنجمعو لي زابور اللي هما ما فيهمش الكريديات بحال مثلا دابا 100 زائد 150 زائد 50 عطاتنا 300000 ديال الدرهم في التوتال نحيدو لي ديت كتعطينا 280000 ديال الدرهم اللي هو ابور بيغ اي سامبل دابا هذا هو الكابيتال ديال مسيو اكس نشوفو مسيو ايكغيك شنو جاب لينا مسيو ايكغيك جاب لينا ماتريال دو ترونسبور لا فالور ديالو 100000 درهم كونستراكسيون 50000 درهم تيران 100000 درهم دونك توتال تا هو ديالو 250000 درهم مي جاب معاه دي ديت فورنيسور لا فالور ديالهم 30000 درهم دونك 250 ناقص 30000 جات لينا 220000 درهم دونك هذا هو لو كابيتال ديال مسيو ايكغيك و لي زوتر جابوا لنا فقط نيميرير اللي لا فالور ديالهم 70000 ديال الدرهم دونك هنا بغينا نحسبوا بحال دابا هاد ليبوتيز قال لنا البروف نحسبوا لي دغوا دونجستخمون ساشون كو هاد ليبوتيز قالت لنا بلي ديت سون امبوتي سور لي كونستراكسيون دونك بما ان اول حاجه كنديرها هي كنفيريفي واش هاد السيد هذا جايب معاه لي كونستراكسيون دونك بما انه جايب لي كونستراكسيون دونك راه بامكاني انني ناخذ بعين الاعتبار لي ديت ونشوفو حتى هاد السيد هذا اللي هو مسيو ايكغيك حتى هو جايب لي كونستراكسيون دونك غادي ناخذ بعين الاعتبار لي ديت دونك تو سامبلومون الا بغيت نحسب لي دغوا دونجستخمون شنو هو لو كابيتال سوسيال كيما قلنا الكابيتال سوسيال هو لا سوم ديال لابور بيغ سامبل هو لا بيس ديال اكس زائد لا بيس ديال ايكغيك زائد لا بيس ديال لي زوتر دونك نشوفو لا بيس ديال اكس شحال هو لا بيس ديال اكس من بعد ما حيدنا الكريديات عندنا 280 ولا بيس ديال ايكغيك من بعد ما حيدنا الكريديات هو 220 ولا بيس ديال لي زوتر هو 70 اصلا ما جابوش لنا لي ديت دونك هي هادي 280 زائد 220 زائد 70 شحال جاب لينا 570000 ديال الدرهم هو الكابيتال سوسيال دونك شحال خصو يخلص في الكابيتال سوسيال كما قلنا في الحصص الفايتين راه كيخلص واحد بورسونتاج ديال 1% داكور دونك هنا 1% اللي كيخلص لي دغوا دونجستخمون دونك لي دغوا دونجستخمون ا بي اس هو لا سوم ديال لا بي اس مضروبه في 1% يعني 570000 ديال الدرهم هو الكابيتال الا ضربنا في 1% غتجيب لينا 5700000 ديال الدرهم نشوفوا دابا نشوفوا دابا عافاكم اللي دخل ياك اللي دخل لي يسد الميكرو معاه نشوفوا دابا لي دغوا دونجستخمون اتيتر اونيرو دونك بالنسبه لنا اتيتر اونيرو شحال ديال الكريديات جبنا معانا مسيو اكس جاب معاه 20000 ديال الدرهم دونك بما ان هاد لي ديت غيت امبيتو على لي كونستراكسيون دونك البورسونتاج ديال لي كونستراكسيون كيما ديجا شفنا قبل راه هو 4% دونك 20000 مضروبه في 4% اللي خصو يخلصوا عليها و مسيو ايكغيك حتى هو راه جاب معاه دي ديت دونك لي ديت 30000 ديال الدرهم حتى هما امبيتو سيغ لي كونستراكسيون راه جاب معاه لي كونستراكسيون دونك 30000 مضروبه في 4% دونك 800 زائد 1200 هي شحال هي 2000 درهم دونك اشنو غادي نديرو دونك لي دغوا دونجستخمون في هاد الحاله شنو كيساو
هي 5700 ديال بيوري سامبل اللي كنا حسبنا قبيله ديال البروندا وستومون بيوري سامبل زائد 800 زائد 1200 غادي بينا 7700. نشوفوا دابا هاد ليبوتيز الاخرى في حاله هاد المره الا قال لنا البروف باللي راه ليدات غادي تامبيتاو يعني غيتحملهم لو فون كوميرسيال. دونك اول حاجه ديما كندير هي اش هي كنفيريفي واش هاد لا بيرسون وما كنخلطش ليدات ديال مسيو اكس كنشوف اكس بوحدو ماشي سوقي في اكغريك ولا لي زاخ اكس جاب معاه ليدات ها هي فانيل كنفيريفي واش جايب معاه الفون كوميرسيال ها هو جايب معاه الفون كوميرسيال يعني غادي ناخذ بعين الاعتبار هاد الكريتي هذا. دونك كما كتلاحظوا هنا واحد المعلومه حطتها الصديقه تاعكم دونك اون فا اكسبتي هذيك لا ديت صافي عادي غتخدم دابا عادي عاوتاني غير غادي يترد البال شنو غترد البال غترد البال باللي هاد 20 ميل دو ديغام الا بغيتي تحسب ليها لي دغوا دونغيستخمون ا تيترون يورو راك غتضربها في البورسونتاج ديال الفون كوميرسيال اللي هو 6%. دونك عادي غنشد 100000 زائد 150 زائد 50 هي 300 ناقص 20000 هي 280. دونك كما كتلاحظوا هنا هو بالنسبه دونك نخليو حتى الاخر نجمعوه كما درتو دابا نتوما هنايا. دونك بحال دابا الا بغيتي تحسب ديال اكس بوحدو لي دغوا دونغيستخمون راه غدير 280 مضروبه في 1% زائد 20000 مضروبه في 6% حيت امبيتا على الفون كوميرسيال. نشوفوا دابا مسيو اكريك دابا شنو جايب جاب الماتري دو ترونسبور 100000 وجاب الكونستراكسيون 50000 وجاب التيران 100000 دونك التوتال هو شحال 250. اول حاجه كنفيريفي سي كو واش مسيو اكريك جاب معاه الفون كوميرسيال ولا لا. دونك بما ان ما جابش معاه الفون كوميرسيال وكترد البال الا ما جابش معاه يعني داك لو بيان امبيتي ما كاينش بحال دابا انا قلنا البروف ليبوتيزيت ابيت على الفون كوميرسيال وما جايبوش اول حاجه كنفيريفي شحال عنده من بيان اون ناتور بحال دابا كما كتلاحظوا هنا لي بيان اون ناتور جاي معاه ماتري دو ترونسبور جاي معاه كونستركسيون جاي معاه تيران دونك رانا غاديش ناخذو بعين الاعتبار هذاك لابيت دونك اون فاروجيتي هذاك لابيت ما غاديش ناخذوها علاش لان جايب معاه دو بيان اون ناتور او بليس. بحال مثلا كاين دابا واحد ليكزومبل بحال دابا هذا راه ما خدموش معكم بروف هنايا يقدر بحال مثلا يحطو لكم في ليكزام ولا تخيلوا مثلا دابا معايا مسيو اكس جاب معاه غير الماتريز دو ترونسبور 100000 وجاب معاه كريديات يعني ما جابش معاه كونستركسيون وما جابش معاه تيران جاب معاه ان سول بيان اون ناتور واحد البيان اون ناتور راه ملي كيجي معاه الكريدي وكيقول لك مثلا دابا انت البروف ان بوتي على الفون كوميرسيال وهو ما جابش معاه الفون كوميرسيال ولكن جايب معاه سول بيان اون ناتور راه باغ لا فورس دو لا لوا غيت ان بوتي على داك البيان غناخذو بعين الاعتبار داك الكريدي غناخذوه ما غاديش نديرو زيرو غناخذوه وغيت ان بوتي على داك البيان اللي جاب معاه كان ما ترونسبور غيت ان بوتي عليه كان كونستركسيون غيت ان بوتي عليه كان تيران غيت ان بوتي عليه مي في لوكا ملي كيجيب معاه دو بيان اون ناتور او بليس يعني جايب معاه جوج ديال لي بيان او اكثر هاد الحاله راه ما كناخذوش بعين الاعتبار ديك لا ديت دونك 250000 ديال الدرهم توتال غادي يولي هو لا بياس وخلاص لي زوتر جابوا 70000 ديال النيميرير دونك راه غتبقى 70000 ديال الدرهم. دونك شنو غادي نديرو غنجمعوا الكابيتال سوسيال هو لا صوم ديال لا بياس 280000 زائد 250000 زائد 70000 جابت لنا 600000 ديال الدرهم اللي هو 6000 اكسيون الا كان ساوي لاكسيون 100 درهم. دونك بالنسبه لي دغوا دونغيستخمون راه 600000 ديال الدرهم اللي هو الكابيتال سوسيال multiplié par 1% غادي يبنى 6000 درهم و لي دغوا دونغيستخمون اتيتر اون يورو هي شحال 20000 مضروبه في 6% 20000 ديال من ديال هذاك مسيو اكس لان قلنا مسيو اكس راه جا معاه الفون كوميرسيال وغيت انبيت على الفون كوميرسيال الا كاين الاليمون راه غيت انبيت عليه ما عندناش مشكل وشحال البورسونتاج ديال الفون كوميرسيال هو 6% ها هي 6% كما تكون قبيله والاخر لي دغوا دونغيستخمون اتيتر اون يورو ديال مسيو اكريك راه ما غاديش ناخذهم بعين الاعتبار علاش لان ما عندناش هذاك لو بيان اللي غادي انبيتيو عليه اون بليس كو سا عندنا دو بيان اون ناتور او بليس. دونك في هذه الحاله غنحسب عادي دونك عندي 6000 درهم زائد 1200 هي 7200 ديال الدرهم هما اللي ضغوا دونغيستخمو يخلص هذا السيد. عندكم شي كيستيون حتى لهنا كتسمعوني وي واش كتسمعوني سينو راه غادي نكمل حتى من بعد الى عندكم شي سؤال ولا هذا ولا كانت عندكم بروبليم في الكونيكسيون سولوني في الواتساب علاش من بعد غير قلت لكم هذا الفيديو هذا وغادي تعاودوا تقراو. نشوفوا دابا هذه الحاله ايبوتيز نيميرو 3 سي لي ديت سون امبيتي سور لو تيران عاوتاني شنو غادي ندير ديما كنفيريفي هاد السيد هذا مسيو اكس واش جايب معاه تيران ولا لا لا عنده غير الفون كوميرسيال
وعنده عنده كونستراكسيون و عنده نيميرير دونك 300 ألف درهم في هذه الحاله عاوتاني ما غاديش ناخذ الكريدي علاش لان ما جابش معاه التيران ولكن كما قلت لكم ردوا البال تخيلوا مثلا معايا عاوتاني هاد السيد مسيو اكس جا معاه غير الفون كوميرسيال وجاي معاه النيميرير دونك جاي معاه سول بيان اون ناتور ركزوا معايا مزيان بيان اون ناتور اون ناتور هو 100000 درهم دونك في هذه الحاله راه كيتامبيت على هذا البيان راه غنعطيكم هاد ليكزومبل لان البروف ما دارش لكم هنايا في البوليكوب في الكوردو كلاس راه غنعطيكم هاد ليكزومبل في واتساب غنكتبو لكم ونصيفطو لكم دونك هنا ليبوتيز كتقول لينا بلي غيت امبيوت على لي تيغان اون سيو اكس ما جاش مع لي تيغان هادي اول فيريفيكاسيون كنديرها اون بلوس كنشوف شحال من بيان اون ناتور جايب معاه بون كوميرسيال كونفليكسيون دونك في هاد الحاله غادي نابوندونيو هذاك لونطرا ما غاديش ناخذو هذاك لو تيغان غادي يولي 300 ألف درهم توتال هو 300 ألف درهم لابيس نشوفو مسيو إكريك مسيو إكريك جا معاه ماتر ترونسبور جا معاه كونستركسيون جا معاه تيغان فوالا ها هو التيغان راه كاين دونك بما أن كيكون لو تيغان راه أون فا بخوندغ أون كونسيديراسيون ديك لا ديت راه كنجيبو معانا لا ديت وكيتأمبيوتي على لو تيغان بالبورسنتاج ديالو ومعندناش مشكل في لي زوطخ راه جايبين 800 ألف درهم ديما كناخدوها بعين الإعتبار هي لابيس دونك با دو ديت دونك الكابيتال سوسيال شنو هو في هذه الحاله غنجمعوا دونك 300 ألف درهم اللي كاين عندنا عند مسيو اكس على 220 عند مسيو اكريك على 70 عند لي زوطخ غنجمعوها غتعطينا 590 دونك 590 ألف درهم غيخلص عليها 1% ها هي ولي دغوا دونجستخمون اتيتخ اون يورو في هذه الحاله راه مسيو اكس كما قلنا ما غاديش ناخذوا بعين الاعتبار ديك لا ديت ديالو مسيو اكريك هو اللي غيخلص دونك 30 ألف درهم اللي جايب ها هي 30 ألف درهم اللي جايب بما ان تامبيوت على تيغان تيغان راه البورسونتاج ديالو هو 5% داكوغ راه كان البروف عطاكم هادي بورسونتاج فوالا 5% 30 ضرب 5% شحال جاب لينا 1500 دونك في هاد الحاله عاوتاني لا ميم شوز غادي نجمعو 5900 زائد 1500 كتعطينا 2400 دونك نشوفو في هاد الحاله الا جاب الله قال لنا البروف ايبوتيز نيميرو 4 الا قال لي بلي لي ديت سون امبيوتي سور لي ستوك دونك غنشوف عاوتاني كما قلنا قبيله ستوك جايبهم هاد مسيو اف ولا لا ما جايبهمش غنفيريفي واش عنده ان بيان اون ناتور ولا اكثر عنده دو بيان اون ناتور ها هما دونك ما غاديش ناخذ بعين الاعتبار كريدي 300 اللي كاينه عنده في التوتال هي لا بيس ديالو نشوفوا عاوتاني الاخر مسيو اكريك جاب معاه ماتري دو ترونسبور جاب معاه كونستركسيون جاب معاه تيغان هي 250 دونك جايب معاه دو بيان اون ناتور بلس ما غاديش ناخذ بعين الاعتبار كريدي دونك كتولي 300 زائد 250 هي 550 وما ننساوش نزيدو لي زوطخ راه ديجا عندهم 70 ياك دونك في التوتال غتحسبوا دابا نتوما التوتال ديال لي دغوا دانجستخمون 570 ألف درهم مضروبه في 1% غتعطينا 5800 وشنو قال لينا دونك في هذه الحاله يعني هنا كما لاحظتوا راه لي ستوك ما حسبناهمش دونك لي ستوك راه ما غاديش نحسبهم غنشوفوا دابا هذه الحاله هذه دابا هنا خصنا هنايا ايبوتيز دابا هنا تكتب شي ايبوتيز دونك فرضا هنايا قال لنا البروف غيت امبيوتا بروبورسيونيلمون راه ديجا كنت خدمت معكم هاد بروبورسيونيلمون في الفيديو الاول مثلا فرضا جا قال لك البروف بلي راه ديك لا ديت غات امبيوتا بالبورسونتاج ملي كيقول لك بروبورسيونيلمون يعني راه ماشي ستوك ولا كريونس ولا الفون كوميرسيال ولا التيران هما اللي غيتحملوا كلهم غيتحملوا بالبورسونتاج ديالهم اشنو كندير ملي كيقول لي البروف بروبورسيونيلمون دونك هنا خصك تكتبوا ايبوتيز لي ديت سون امبيوتي بروبورسيونيلمون اشنو كندير كنشوف مثلا مسيو اكس غنشد مسيو اكس او مسيو اكس عنده الفون كوميرسيال عنده كونستركسيون عنده نيميرير 100 150 50 غنشدهم غنستفهم هنايا 150 150 هادو هما لي بيان ديالو 300 ألف درهم شحال جايب هو ديال الكريدي كان جايب قبل في 80 الا كنت عقلتو في 80 راه كان جاب معاه واحد 30000 دو ديغان في لا ديت كان جاي لنا ولا 20000 باردون 20000 دو ديغان الاخر هو اللي جاب معاه 30000 دو ديغان اكريك 20000 دو ديغان في لا ديت هاهي 20000 دو ديغان دونك اشنو غادي ندير غنشد 150 ألف درهم غنقسمها على 300 ألف درهم باش نشوف البورسونتاج يعني هاد الكونستركسيون اذا كانت عندنا كونستركسيون تساوي 150 والفون كوميرسيال تساوي 100 والنيميرير تساوي 50 اللي هو التوتال 300 بغيت نعرف البورسونتاج ديال الكونستركسيون شحال كتمثل في التوتال دونك غنشد 150 غنقسمها على 300 غادي يبيع 50% نص الفون كوميرسيال 100 مقسومه على 300 جابتنا 33% النيميرير 50000 مقسومه على 300 جابتنا 17%
دونك 50 زائد 33 زائد 17 عطاتنا 100%. اشنو كندير؟ كنشد دابا هاد البورسونتاج داكوغ كيما كتلاحظوا هنايا دونك فوالا كنشد دابا انا هاد البورسونتاج هاد 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 20000 اللي كاين عندي هنا بما ان جايب 20000 ديال الدرهم ديال الكريديات خاص الكونستركسيون يتحمل النص يعني 20000 مضروبه في 50% شحال جابت لينا 10000 درهم يعني 10000 درهم ديال الكريدي خصو يتحملها الكونستركسيون 20000 ديال الدرهم مضروبه في 33% جابت لنا 6600 يعني 20000 مضروبه يعني 20000 ديال الكريدي خص الفون كوميرسيال يتحمل 33% 3600 درهم يعني هذا مضروب في هذا راه جبنا 3600 20000 ديال الدرهم مضروبه في 17% هي 3400 يعني بحال كيف ما كتلاحظوا شدينا هاد لا ديت 20000 دو ديغان وقسمناها على 10000 3600 3400 يعني بحال قلتي كل واحد غيتحمل شويه شويه من داكشي باش داخل هو دونك بما ان 10000 درهم ديال الكريديات غيتحملها كونستركسيون شحال هو البورسونتاج ديال الكونستركسيون هو 4% دونك 10000 مضروبه في 4% غادي لنا 400 بما ان 6600 ديال لا ديت غيتحملها الفون كوميرسيال شحال البورسونتاج ديال الفون كوميرسيال هو 6% دغوا دونجستخمون اتي تخونيغ دونك 6600 مضروبه في 6% غادي لنا 3360 3400 غيتحملوها النيميغيغ دونك حنا ما كنامبيتوش على النيميغيغ الفلوس الليكيد لان الليكيد ما كيبقاوش بحال المكتب ما كيبقاوش على شكل الضمان داكوغ دونك في هذه الحاله 3400 مضروبه في 0% غتجيب لنا 0 علاش لان النيميغيغ ما كنامبيتوش عليهم الفلوس ديما ما كيبقاوش على شكل الضمان كنامبيتيو شكون اللي كيضمن شي حاجه اللي كتبقى الفون كوميرسيال ماتاج دو ترونسبور شي كليون كليون شي ستوك شي حاجه اخرى النيميغيغ لا ديما النيميغيغ 0% دونك كيما كتلاحظوا شنو غادي ندير هنايا غادي نجمع لي دغوا دونغوجيسترمون ا تيتر اونيرو اللي هي 796 بنفس الطريقه غادي ندير لمسيو اكريك غنمشي لمسيو اكريك غنشوف داكشي اللي جاب ها هو مسيو اكريك 100000 ديال ماتاج دو ترونسبور كونستركسيون او تيران غنحطهم هنايا ها هما ماتاج دو ترونسبور 100 كونستركسيون 50 تيران 100 غنجمع هي 250 اللي هي 100% شحال جمع لي كريديات 30000 غنشوف 100 شحال كتمثل في 250 دونك 100 مقسوم على 250 غادي يجيب لنا 40% 50000 مقسوم على 250 غادي يجيب لنا 20% 100000 مقسوم على 250 غادي يجيب لنا 40% دونك قسمناها دونك 30000 ديال الكريديات خاص الماتر ترونسبور يتحمل 40% من الكريديات دونك 30000 مضروبه في 40% جات لنا 12000 30000 مضروبه في 20% جات لنا 6000 30000 مضروبه في 40% جات لنا 12000 بما ان 12000 ديال الكريدي غيتحملها ماتر ترونسبور البورسونتاج ديال ماتر ترونسبور هو 1% بما ان 6000 درهم ديال الكريديات غيتحملها كونستركسيون البورسونتاج هو 4% بما ان 12000 غيتحملها التيران دونك 5% اتوقع كتشد 12 مضروب في 1.5 180 3000 مضروب في 4% 240 12000 مضروب في 5% 600 وغتجمع هاد الخير هذا كامل غيعطيك 1200 دونك لي دغوا دونغوجيسترمون شنو غادي ندير هو بيغي سامبل 5700 زائد 760 زائد 1020 غيعطيك 7516 هذا الا قال لك بروبورسيونيلمون داكوغ دونك فوالا هنا دابا كاين عندكم واحد التمرين غنبدا معكم دابا نيت كما عندكم شي كيسيون بعدا هنايا اسكو فو سافي دي كيسيون عندكم شي سؤال حتى لهنا عاد باش نبدا معكم هاد ليكزيرسيس هذا وي كتسمعوني وي كتسمعوني دونك فوالا اون فان كونتيني فهاد ليكزامبل هذا بيان هاد ليكزارسيس اللي عطاكم بروف عطانا لو 1 افريل 2018 Une société anonyme a été constituée. Les apports de Monsieur X, Jablina Nimiraire, Barbain Aviedrem, Monsieur Y Nimiraire, Barbain Aviedrem, avec un fonds commercial évalué 120 000 dirhams, et les dettes, emprunt 20 000 dirhams. Donc, c'est que les autres actionnaires, nous Jablina, ont ramené leur. Entreprise, j'ai d'acheter une boîte d'entreprise d'Iran, les le bilan d'Iran sont les suivants. Homa Jaboulina, matériel de transport, la valeur d'Iran, c'est de 50 à 10 drames le bilan. Matériel mobilier de bureau,
15 000. La marchandise, 40 000. Client, 50 000. وجابوا معاهم دي ديت فورنيسور 34000 ديال الدرهم. بنك اللي هو النيميرير 3000 ديال الدرهم. دونك سي نورمال بما ان هاد لا سوسيتي و بيان هاد لوكريس كانت ديجا خدامه. دونك غادي نعيطوا على واحد الكوميسير او كونت بور ايفالوي لونسومبل دو سي بيان. يعني باش يحاول ما امكن يشوف لينا هذاك لا فالور ديال هذوك لي بيان واش هما هذوك ولا لا. دونك ابري ايفالياسيون دو لونسومبل دي بيان apporté par les autres actionnaires, alors elle sort que le fonds commercial est estimé à 3,5 dirhams. Donc le fonds commercial, donc Allah d'abord قالوا لنا بلي راه كاين. Donc خصنا نزيدوه معانا. واخا ما كانت تبان لينا في البيرون. La valeur de 3,5 dirhams. Les clients seront repris à 40 000 dirhams. Donc كما كتلاحظوا الكليان كنسالوهم واحد 50 000 دراهم مي قال لك اودي غادي ناخذوا غير واحد 40 000 درهم هي اللي غادي نشدوا. دونك حنا ملي كنبغوا ايفاليو كناخذوا هاد لي فالور هادو ما بقيناش غنشدوا مع 50 غنشدوا غير 40. الموان دو ترونسبور 45 000 درهم كما كتلاحظوا المطري ترونسبور راه ساوي 50 000 في البيلون ولكن الكوميسير كونت قال لك اودي لا الكاميو شويه عيان غناخذوه باغ اون فالور دو 45 000 درهم. Ou les autres éléments seront repris à leur valeur. Donc, le chien m'a dit que je vais prendre la marchandise, je vais prendre la valeur de la matière mobile du bureau, je vais prendre la valeur de la fournisseur, la banque. En plus, les dettes seront acceptées et imputées proportionnellement aux apports. Alors, les crédits sont acceptés, on va être imputé proportionnellement. Il y a des choses qui sont très bien. Je vais le bien ou le pourcentage. Très bien. Donc, la question, c'est quoi? On va calculer le capital social et on va déterminer les droits d'enregistrement. Donc, au moins, je ne vais pas vous dire. Je vais vous dire. Monsieur X, je vais vous dire. Donc, soit une valeur de 84 000 dirhams. Donc, je vais vous dire 4 000 dirhams pour Monsieur X. Monsieur Y, je vais vous dire Monsieur Y. Donc voilà, Monsieur Y apporte 10 numéraires, soit une valeur de 45 000 dirhams, avec un fonds commercial, 120 000 dirhams, et emprunt. On va dire que c'est la méthode que nous avons fait. On va dire que c'est 40, on va dire que c'est 20, on va dire que c'est 20. Aïe, le numéraire, c'est le fonds commercial, c'est 20. Total, c'est 20. On va dire moins les emprunts, 20 000, on va dire que c'est 147 dirhams. اللي هو لا بيس. عاد ديك الساعه من بعد الا بغينا نحسبوا لي دغوا دونجيسترمون ديال هاد 20000 غنامبيتيوها بروبورسيونيلمون داكشي باش داخل هاد لو بيان. غنشوفوا لي زوتر. دونك لي زوتر قلنا باللي ايزون ابورتي دي زابور. دونك جابوا لنا بيلون هما هاد لي زيليمون. غير هنا خصنا نشونجيو لي فالور اللي قال لنا هنايا. دونك كما كتلاحظوا ها هما لي زوتر. اول حاجه الفون كوميرسيال قالنا ساويه 63000 ديال الدرهم اش كنذكر علينا هنا فون كوميرسيال استيمي 63000 ديال الدرهم واخا ما كانش قبل في البيلون راه زدناه دابا الماتر دو ترونسبور ساوي 50000 ما غاديش ناخذو 50000 غادي ناخذو ب 45000 ديال الدرهم ها هو ماتر ترونسبور 45000 ديال الدرهم ماتر موبيل دو بيرو 15000 لا مارشانديز 40000 كليون 40000 لان ميم سي قال لنا بلي البيلون فيه 50000 درهم mais on va récupérer seulement 40000 dirhams. Donc il y a 10000, on peut considérer la provision pour créance de TLCJ. Donc maintenant on va seulement calculer les droits d'enregistrement. Donc après l'évaluation de l'ensemble de ces éléments, on va faire l'addition de tous les éléments. Donc soit un total de 209000 dirhams moins les dettes fournisseurs. Car on a les deux fournisseurs, 34000 dirhams. Donc voilà, fonds commercial 3,5 dirhams, matra transport 40000, matra mobile 15000, marchandise 40000, client 40000, numéraire ou la banque qui est en train de vous parler, 6000. Donc on va mettre le chiffre d'affaires, c'est 6000. On va diminuer le montant de, du fournisseur, les 34000 dirhams. Je vais dire 1,5 dirhams. Donc c'est très simple. Je vais dire d'abord, on va calculer le capital social. C'est quoi le capital social? Tout simplement la somme ou bien l'addition de des apports purs et simples. La pièce de M. X, 48000 dirhams, plus la pièce de M. Y,
145 000 de dirhams, plus la pièce de M. Y, 175 000 de dirhams. Donc, le capital social est égal à 406 000 de dirhams. Donc, capital social, il y a un peu de dirhams, il y a un peu de dirhams. Donc, toujours, le capital social, les la somme de la pièce, les droits d'enregistrement pur et simple, il y a 1%. Donc, on va multiplier la valeur 1%. Voilà, comme vous voyez ici, les droits d'enregistrement pur et simple, les droits d'enregistrement pur et simple, c'est les droits d'enregistrement à 600 euros. Les droits d'enregistrement pur et simple, c'est le capital social multiplié par 1%. Donc, 406 × 1%, donc, pour le calcul des droits d'enregistrement à 600 euros, donc, qu'est-ce que c'est le coût de l'ouest? Monsieur X, Monsieur Y, ou les autres, j'ai les dettes. Donc, on va commencer par Monsieur Y. Monsieur Y, on va voir ce que Monsieur Y, elle apporte numéraire 47 000, ou le fonds commercial 120 000. On va dire qu'on le tableau, ici. Donc, numéraire 47 000, le fonds commercial 120 000. Donc, la somme de ces deux éléments, régime 167 000 de dirhams. Soit 100%. Quelle est l'idée de M. Y? L'idée de 20 000. Je vais vous donner l'hypothèse que ces dettes sont imputées proportionnellement. Donc, je vais dire 20 000 de crédit. La même chose qui se met déjà, dans les vidéos, je vais vous donner le tableau. Divisé par 167 000, par le total. Je vais vous donner le pourcentage de la numéraire. Chaque chèque est l'âge. La même chose pour le fonds commercial. 120 000 divisé par 167 000 de dirhams. Donc, regardez les deux pourcentages. On a la valeur de la dette multipliée par les deux pourcentages, 28 000 %. Donc, je vais vous donner le numéraire n'a qu'un impétueux chez Lyon, donc 0%. Donc, comme ça, la fausse numéro 0%, régime à 0. 14 400 multiplié par 72% fois 6%, elle est 6%, elle est à 9 fonds commerciaux, ou le pourcentage de 0. C'est le meilleur aussi. Donc, 0 plus le meilleur aussi, régime à 9 meilleur aussi, ou les droits d'enregistrement à 600 euros pour M. Y. Monsieur d'abord M. X. M. X, c'est la même chose. Je suis à la même chose. Je suis à la même chose. Donc voilà les apports. Maintenant, fonds commercial 63 000 de dirhams, matériel de transport 45 000. Bien sûr, on va prendre ces éléments avec les nouveaux valeurs. D'accord, les valeurs je date. Fonds commercial, matériel de transport, matériel mobile de bureau, marchandises, clients, numéraires. Avec ces valeurs 63 000, 45 000, 15 000, 40 000, 40 000, 6 000. Donc, on va calculer la somme de l'ensemble de ces éléments. On va dire 209 000 de dirhams. 100% de ces éléments. D'où la dette. 34 000 de dirhams. Il y a une autre. 9 tariqa. 34 000 de dirhams. 30%. On va dire 10 000 au michi. 34 000 de dirhams. 22%. On va dire 7 000 de dirhams. 34 000 de dirhams. 7 000 de dirhams. On va dire 10 000 de dirhams. On va dire 10 000 de les pourcentages. Le fonds commercial a la valeur de l'eau, 7%. La matière de transport a la valeur de l'eau, 1,5%. Le matériel mobile de bureau a la valeur de l'eau, 1,5%. La marchandise, 1,5%. Le client, 1,5%. Au numéraire, ma canne impulsée, 0%. Donc, dès que ça m'a fait les pourcentages généraux, je voulais que je drabe le montant de la dette, je drabe le pourcentage adéquat. Après, le fonds mission de 7%, je vais dire 9,5%. Le montant est le droit d'enregistrement à 600 euros. Donc, le droit d'enregistrement, c'est pur et simple. Zaid à 600 euros, c'est le monsieur Y. Zaid à 600 euros, c'est les autres. C'est 5,000 €. Facile. D'accord. Donc, nous avons dit que nous avons la taxe notariale. C'est la taxe notariale. Nous avons vu ce qu'il y a. Donc, nous avons vu deux pages. Nous avons vu ce qu'il y a. Nous avons vu ce qu'il y a. Nous avons vu ce qu'il y a. De conservation foncière. Donc, on va faire une bizarre. Donc, la taxe notariale, il y a des bêtes tout tiers. La taxe notariale, je vais vous faire une petite fille. 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 Je vais vous faire une petite fille.
كتسمى ضريبة التوتير. يجي اوتو بروبورسيونيل غير ركزوا مزيان 0.5 ماشي 0.5 0.5% سيغ لو كابيتال سوسيال. هاتي كتشد كابيتال سوسيال هو لاصوم ديال لابيس وكتضرب 0.5% غيعطيك شحال غيعطيك لا تاكس ماتيريال. وما خصهاش تكون نازله على 100 درهم لو مينيموم عاد تخلص ليطا هو 100 درهم. دونك نشوفوا هاد ليكزامبل. Soit une société anonyme a été constituée par ses apports. Monsieur X, j'ai mis un matra transport bien à Jedrem, numéraire à Chine à Jedrem, fournisseur à salaire. Des autres, matra mobile bureau, miette 1000, marchandise à Chine 1000, dépôt, du cautionnement, semaine 1000 pour le fournisseur à Chine 1000. Les dettes sont imputées sur les dépôts et cautionnement. Calculer la taxe notariale. La taxe notariale est une taxe de capital social. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit la taxe notariale. Donc, on va dire, on va monsieur X, je vais vous جبنا مطر ترونسبور مع النيميرير 70 زائد 20 هي 90 ها هو مسيو اكس 70 زائد 20 هي 90 وبما انه ما جابش لي ديبو ايكوسيونمون دونك جينيرالمون هنا البروف انا كيبان ليا بحال الا كان جو كرو كاين هنا شي ايرور علاش لان الا مشيتو للكور ديال العام فايت ديالو وكاع داكشي اللي كيخدم معكم مسيو الوداني راه كيقول لنا باللي الا جاب الله عندنا الكريديات وقال لينا ستاتي بلي غيت امبيتي على واحد لو بيان وما جايبوش معاه بحال دابا هنا ديبو ايكوسيونمون ما كاينش ولكن كان فيريفي جاب معاه سول بيان اون ناتور الا جاب معاه سول بيان اون ناتور راه باغ لا فورس لا لوا غيت امبيتي على هاد لو بيان دونك انا خصني ناخذ هاد لو بيان اللي هو خصني ناخذ لا ديت وغنقسم الحساب هنا البروف راه ما حسبهاش لكم جا ديريكت قال لك بما ان ما كاينش ديبو ايكوسيونمون دونك نقصناها دونك ما حسبناهاش بلوتو دونك دار 70 زائد 20 هي 90 وداز ديريكت دونك هادي تنشرحها لكم في شي اكزومبل باش تبان لكم لي زوت خرج ابو مطري موبيل بيرو مارشانديز ديبو 80 غتجمع التوتال 210 ناقص 20000 ديال الكريديات غتجيب لنا 190 اشنو غادي ندير غنشد 90 زائد 190 هو الكابيتال سوسيال هو 280 دونك هنا واخا ما طرحتش هنا لا كيسيون راه حسب لكم البروف حسب لكم لي دغوا دونغيستخمون دونك 280000 ديال الدرهم هو الكابيتال سوسيال غنخلصو عليه 1% و 20000 درهم ديال الكريدي هادي 20000 حتى هي 1% علاش لان الا رجعتو شويه للوا راه كتلقاو لي زيفي دو كوميرس وكتلقاو لي ديبو ايكوسيونمون راه كنخلصوا عليهم 1% في دغوا دو غوستخومون اتيتخونيوم دونك 2800 زائد 200 هي 3000 هذا هما لي دغوا دو غوستخومون بالنسبه للبيغو سامبل اتيتخونيوم لا تاكسون تغير راه ساهله غنشد غير الكابيتال سوسيال شنو هو الكابيتال سوسيال هو لاصوم ديال لابيس هو 280 وغنضرب 0.5% 0.5% ردوا البال داكوغ شي صرا كيكونوا لي زيرو بحال هكا في ليكزامان عطاتينا 1400 بقات لنا اخر طاغشي اللي غنشرح لكم اللي هما لي فري دو كونسيرفاسيون فونسيير اللي هما ديال المحافظه العقاريه ملي كتمشي للمحافظه العقاريه ملي كيكون عندك ان بيان يعني سي تا موبل كيخصك تخلص عليه Donc les frais de conservation foncière intéressent seulement les constitutions d'une société flux d'OCA. D'accord? Dépôt. Donc généralement, on va se faire les constructions, ce n'est pas les constitutions, les constructions, au mode qui vient des bâtiments, les aqar. Et nous, on va se faire la première chose, on va se dépôt de pièces relatives à la constitution de la société. Et ça, c'est qu'il y a واحد لو دووا لي هو فيكس البروف راه غايقولها لكم من بعد كنخلصوا واحد 700 درهم هذا ستان دووا فيكس غنشوف انا بالاس فيتيك ما تبدل شي حاجه في لوا الفينونس سينو راه مسيو الوداني حتى هو راه متبع لاكتواليتي راه غيقدر يبدلها لكم دونك ديبو دان دوسي كتخلص عليه 700 درهم ومن بعد كدير لونغيستخومون ديال هاد لي زابور كونستيتي بار ان بيان ايموبل كاع لي بيان ايموبل كيخصك تخلص عليهم ان دغوا دو امبورطون سور لي بيان ايموبل كتزيد تخلص عليهم على لا فالور هذا راه على لا فالور داكوغ هذا على لا فالور لا فالور ديال هذاك لو بيان داكوغ وكتزيد تخلص ان دغوا فيكس بار بروبريتي ديال 100 درهم قبل راه كانت 75 درهم اللي كنتبع بالكور ديال العام الفايت راه 75 درهم اللي كانت مي دابا راه تبدلات دابا ولات 100 درهم هذا با بروبريتي يعني الا كان عندك واحد لو بيان
يعني عندك واحد الايموبل غتخلص عليه 100 درهم، عندك جوج ديال الايموبل غتخلص 200 درهم، عندك ثلاثه ديال الايموبل غتخلص 300 درهم، يعني تاع بروبريتي لكل واحد. دونك غنشوفوا دابا هنا هاد ليكزومبل. دونك هاد ليكزومبل ان سوسيتي انونيم ا ايتي كونستيتيي مسيو اكس تيران 200 الف ديال الدرهم، وجاب مارشانديز 100 الف ديال الدرهم، وجاب نيميرير 50 الف ديال الدرهم. لي زوتر جابوا كونستراكسيون 150 الف ديال الدرهم، جابوا نيميرير 20 000 دولار. Calculer les frais de conservation foncière. Les frais de conservation foncière, voilà. هنا كما كتلاحظوا ديبو دو دوسي ديال 2000 درهم. ديال 1000 درهم باردون. دونك هنا ما بقاتش 700 ولات 1000 درهم. داكوغ؟ انا فاش نتبع بالكور ديال العمل الفايتين ديال البروف، هنا كانت 700 درهم وكانت هنا 75 درهم. دابا راه تبدلات راه زادوا. راكم انتم دابا عارفين اللي طرا هي كتحرك هكا هكا وكتزيد. دونك هادي راه فيكس كتخلصها. Enregistrement des biens immeubles. Je vais les biens immeubles ici. Je suis avec terrain, 200 avis de drame, je vais aller 1%. Ou je suis avec construction, 150 avis de drame, je vais aller 1%. C'est la valeur. 200 avis de 1% ou 150 avis de 1%. Je vais mettre 1500. Ou je vais aller 100 drame pour le bien. Terrain, je vais aller 100 drame ou construction, je vais aller 100 drame. Je vais aller 100 drame. On me juge. Donc, deux propriétés, je vais aller 100 drame et 200 drame. Ou je vais aller 1000 drame. زائد 3500 زائد 200 درهم هي 4700. داكوغ؟ وخاص هاد دي دو هاد ان دغوا با بروخيتي وهاد لي دغوا فيكس ما خصهمش يكونوا نازلين على 450 درهم، راه لو مينيموم هو 450 ديال الدرهم. خاصك تخلص ليطا في هاد لي دو بيان، إذا كان كثر غتخلص كثر بيان سيغ، إي كتقول لك ليطا باش ما تخلص لي 4 دريال. أصلا ملي كيكون عندك لي بيان يعني لي بيان إيموبل، هاد لي بيان إيموبل راه كتكون لا فالور ديالهم طالع. سي نورمال تخلص تايت هاد لا فالور هادي. دونك فوالا نسارت على سو بوين هنا فاش حبست لكم بروف على هاد لي دغوا ولي فري. الفيديو الجاي ان شاء الله والحصه الجايه ان شاء الله غنبداو في لا كرياسيون ديال لونتربريز وغنشوفوا لي زابور اون نيميرير لي زابور اون ناتور. غنشوفوا كيفاش كندوزو في الجورنال، شكون هما لي كونتي كنخدموا بهم، اكسيونير كابيتال سوسكري نو ابلي، اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي، كاع دوك لي كونت غنشوفوا كيفاش كندوزو في الجورنال. دونك ميرسي pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.